الأدب والسؤالون. من هو الأديب السوري المعاصر مؤلف رباعية مدارات الشرق؟ أربع أجزاء، صدر الأول منها 1990، بترصد الحياة السياسية والاجتماعية في سوريا بعد الحرب العالمية الأولى، من أفضل 100 رواية عربية. نبيل سليمان. برافو عليك. أول 20 نقطة المغاغة طبعاً إجابة صحيحة. برافو عليك يا منشاوي. 20 مغاغة، 40 السويدي.